ببداية فقرتنا سلمى اليوم الطبية رح نحكي عن عضو مهم بجسم الإنسان واللي هو الكلية وتأثير الأدوية على الجسم وخصوصا الكلية. مثل ما بنعرف إنه وظيفة الكلية هي اللي بتطرح الأدوية من الجسم عن طريق البول، فما هو القصور الكلوي وشو أضراره السلبية؟ كل هاي الأمور رح نتعرف عليها اليوم سلمى بفقرتنا الطبية. أكيد هادي، ورح نحكي كمان عن الأدوية، هل في أدوية بتزيد من تفاقم هاي الحالة أو في أدوية بتخفف؟ وكل هاي التفاصيل رح يطلعنا عليها طبعا ضيفنا بالاستوديو الدكتور بشار يارد، وهو اختصاص بأمراض الكلية وعلاج مرضى زرع الكلية وأيضا علاج الضغط الشرياني. أهلا وسهلا فيك دكتور بشار، يسعد صباحك. أهلا فيكم، صباح الخير. صباحك دكتور صباح بشار. الخير، لفت لي نظري وجود هالشجرة الحلوة. أهلا وسهلا فيك، مناسبة لنقول للعالم كلهم إن شاء الله أعياد مباركة يا رب، أعياد مباركة، وإن شاء الله تكون سنة 23 سنة خير على هالبلد. آمين، عاد عليك بكل الخير، حل كل المشاكل اللي عم تعاني منها. أهلا وسهلا. بالبداية دكتور، ثقافة الناس عن عضو المهم بجسم الإنسان واللي هو الكلية، ممكن في كتير ناس ما كتير واعية بهذا الموضوع، اليوم شو أهمية أو وظيفة الكلية بالجسم؟ وقديش نحن اليوم مهم نعمل دايما تشيك على الكلية لحتى ما نوصل للفشل الكلوي أو القصور الكلوي؟ هلا هو بتعرفي الكلية هي عضو مهم، أساسه هو اسمه جهاز الأطراح أصلا، فكل شيء بالجسم، مواد مستقلبة، مواد سوائل، مواد سامة، هي كلها لازم تنطرح عن طريق الكلية. فأي خلل بهذا العضو هيؤدي لتراكم هالمواد السامة والضارة ونواتج الاستقلاب، وتظهر علينا مظاهر بنسميها نحن القصور الكلوي، سواء قصور كلوي حاد أو قصور كلوي مزمن. طيب دكتور، خلينا بما انه اليوم نحن قلنا بدنا نعرف قديش الادويه بتاثر على عمل الكليه، خلينا نعرف دور الكليه بطرح الدواء بالجسم. هلا نحن بنعرف انه الادويه هي عباره عن مواد كيماويه، وهالمواد الكيماويه محسوبه بالملي جرامات يعني. صحيح. وهي إلى فوائد لمعالجه بعض الامراض، ونفس الوقت اذا صار في سوء استخدام لها ممكن تعطينا نتائج عكسيه. فهي الادويه، معظم الادويه اللي بياخذها المريض هي تستقلب عن طريق الكبد او الكليه او كلاهما، وبتم طرحهم بهالطريقه عن طريق الكبد او عن طريق الكليه. فمعظم الادويه اذا تطرح نواتج الاستقلاب تبعها عن طريق الكليه، ونحن بنعرف انه هالكليه هي كلها وزنها 150 جرام، كليتين عندنا كلهم 300 جرام، فبدنا ننتبه عليها وندير بالنا وننتبه. وهيك يعني. طيب دكتور، ذكرت حضرتك بالبداية عن القصور الكلوي، شو الفرق بينه وبين الفشل الكلوي والحسد الكلوي؟ في كتير مصطلحات طبية، شو الفرق بيناتهم؟ يعني المعنى واحد، فشل كلية بأداء وظيفتها هي نفسها قصور كلوي بأداء وظيفته وتراكم السموم بالجسم. يعني نفس المعنى، وظيفة واحدة، تعبيرين لمعنى عدد واحد، عدد المسميات. طيب دكتور، اليوم في كتير أمراض أخرى بتفاقم أو بتأدي لاضطراب بعمل الكلية، منها الضغط، بنعرف أنه الضغط بيأثر طبعاً عضلة القلب وطريقة ضخ الدم بيأثر على طبعاً الكلية وعملية الاستقلاب، وأيضاً مرض السكري بيأثر إذا كان ارتفاعه بيأثر على عملية الاستقلاب وبالتالي على طرح السوائل. خلينا نحكي عن أهم العوامل اللي بتأثر على عمل الكلية. الكلية مثل ما قلت لك قبل شوي عضو فيه 150، وزنه 150 جرام، هذا بياخذ 20% تقريبا من الناتج القلبي من الدم، عضو غني بالدم، عضو بالتالي بحاجه لكميه كبيره من الاكسجين، يعني احنا لما بنقول غني بالدم يعني بحاجه لاكسجين، اي خلل اي اضطراب فيه ممكن يؤدي لقصور بوظائفه. هلا بالنسبه لذكرتي حضرتك على الضغط الشرياني، الكلية مثل ما هي معروفه انه هي تقوم ب تنظيم الضغط الشرياني، بينما القلب يعاني من الضغط الشرياني. عكس ما الناس متصوره انه القلب اللي معه ضغط شرياني يعني مريض قلب، لا، القلب يعاني من الضغط الشرياني، ولذلك واحد بتصدى لعلاج الضغط الشرياني لحمايه القلب. نرجع للكليه اللي هي بتنظم الضغط الشرياني، هي اساس عملها، وفي اعضاء ثانيه ممكن تساوي كمان تلعب دور بارتفاع ضغط الشريان، مثل غده الكظر او اضطرابات بالتشكيل الاوعيه بالجسم، احنا بنسميه تضيق برزخ الابهار او هيك. فاي اضطراب بعمل الكليه بده كمان يعمل اضطراب بالضغط الشرياني عند المرضى. طيب دكتور، اسباب واعراض القصور الكلوي، هل هو ممكن يكون مرض وراثي او هو نمط حياه معين؟
لا، في امراض كليه وراثيه وفي امراض كليه مكتسبه، يعني بتصير التهاب اللوزات. ممكن يكون القصور كلوي وراثي؟ في امراض كلويه وراثيه، في امراض كلويه مكتسبه. اذا بنحكي على الامراض الكلويه المكتسبه، ممكن التهاب اللوزات يعمل قصور كلي اذا اسيء علاجه. السكري ممكن يعمل قصور كلوي كمان مزمن. الامراض المناعيه ممكن تعمل قصور كلوي مزمن. في حالات انتانيه شديده غير مسيطر عليها تعمل تفاقم بحالة تؤدي لقصور كلوي حاد مترقي يعني. ففي كثير اسباب، الحمض البول، ارتفاع حمض البول، الضغط الشرياني اذا ما سيطرتي عليه، كله هذا بيؤدي للقصور الكلوي. نحن حتى بالضغط الشرياني احيانا بنقول انه كل ضغط شرياني عند شاب هو كلوي حتى يثبت العكس. وفي احيانا بنحتار انه يا ترى هو ضغط اساسي ما له سبب، ولا في سبب ثانوي له كلوي او غير كلوي ادى لحدوثه. دكتور، خلينا نحكي اليوم عن بعض الأدوية اللي بنسمع أنه لها تأثيرات على الكلية. هل صحيح في أدوية بتأثر سلبياً على عمل الكلية وما بيصير ياخذها المريض، وبالتالي دائماً بنعرف أنه أي مريض بحاجة لاستشارة مريض الكلية قبل ما ياخذ هاي الأدوية؟ لا، مثل ما ذكرنا أنه الأدوية هي مواد كيماوية وبالميلي جرامات تحصر، يعني بتقول لك حبة 50 ميلي جرام وحبة في حب 5 ميلي جرام. صحيح. إذن هي مواد شديدة الفعالية ولها مثل ما لها فوائد ممكن كلها مضار أو سلبيات أو سايد افكت أو عدم تحمل إذا لم يحسن استخدامه. نحن بنقسم المرضى لقسمين، مرضى عندهم وظيفة كلية طبيعية ومرضى عندهم وظيفة كلية مضطربة. حتى المرضى اللي عندهم وظيفة كلية طبيعية، في أنواع من الأدوية ارتكاسها الكلوي مرتبط بالتعرض. يعني ممكن أنت بعض المسكنات اللي الناس تعتبرها عادية تاخدها كتير، كميات كبيرة من غير مدروس، مثل الديكلوفيناك، ممكن جرعة واحدة تعمل قصور كلوي إلى أثار سلبية كتيرة. قصور كلوي حاد ممكن يكلف المريض كذا جلسة جرعة واحدة دم. ممكن تعرض، يعني هاي بالتعرض، وهي إلى سلبية إنه المريض لما بينصاب ما بيحس فيها دغري، لأنه بتحافظ على الصادر البولي، بيقول لك أنا عم بول ما وقف البول عندي. بالتحليل وقت بيتعب جسمه وينهك بيعمل تحاليل بتلاقي له قصور كلوي حاد. وفي كثير مرضى بنضطر نعمل لهم نحطهم على جلسات تنقية الدم أو كلية صناعية لحتى نقدر نحافظ على حياتهم، ريسا ما ترجع الكلية تجدد حالها. في حالات بالقصورات الكلوية الحاد المزمنة بنقول لهم نحن للمرضى خلي الطبيب يكتب الدواء اللي بده اياه، بس نحن بنعدل الجرعة حسب الشيء اللي بنسميه التصفية الكلوية اللي مرتبطة اما بعمر المريض، بالحالة المرضية، بالكتلة العضلية لإله، برقم الكرياتينين. هي كلها نحن ضمن بادجت كامل بنسميها هي التصفية الكلوية. فنحن ممكن انت اذا دواء معين بحاجه تاخذي 2 جرام، ممكن هون نعطي نص جرام او ربع جرام ليؤدي وظيفه ال 2 جرام اللي انت تستفيدي منهم. اذا هون صار عندنا حاله اسمها تعديل جرعات في حاله التعرض المباشر. اذا ممكن ابره بنسلين تعمل لك قصور كليه حاد، هي تحسسي. في ادويه تراكميه نحن بنسميها الامينوجلايكوزيد، مثل الابرجنتامايسين والاميكاسين. انا عم بلفظ اسمائهم هلا على الشاشه لانه الناس متعارف صح يعني وضروري نعرف بهالاسم. فهدول تراكميه، اذا تجاوزت جرعه معينه لو ما في شيء بالكليه حتنصاب الكليه. انا بعرف الاميكاسين بيعملوا تحليل للكرياتين قبل ما يوصفوا. تمام. اي دواء لازم، اي دواء اميكاسين او جنتامايسين او اي شيء ثاني، لازم نحن نحلل بولي وكرياتينين قبل ما نبلش بالعلاج، وخاصه عند المرضى اللي عمرهم فوق ال 60 سنه. صحيح، اللي عندهم يعني نحن ما بيصير نعالج مريض ابن 20 سنه مثل مريض ابن 50 سنه مثل مريض ابن 70 سنه. صحيح. لو بنفس الرقم الكرياتينين. يعني رقم واحد كرياتينين عند ابن 70 سنه غير واحد كرياتينين عند ابن 20 سنه. حسب تختلف التصفيه الكلويه لانه بيختلف عمر الشخص والكتله العضليه. شو الدلالات اللي بيعطينا اياها الرقم؟ يعني مثلا قلت رقم واحد بيختلف بين اللي عمره 70 عن اللي عمره 20. يعني ممكن اللي عمره 20 سنه كرياتينين واحد تكون تصفيه عنده 120، بينما ابن ال 70 سنه بكرياتينين واحد ممكن تصفيه عنده تكون 70. شوفي الفرق. وهذا بينعكس على كل المعالجات، خاصه بالاورام، معالجات الاورام، معالجات استخدام مواد ظليله بالاشعه، هي كلها
ممكن بدها دراسة، يعني بدها تمحيص، ما في ارتجال بالموضوع وما نتسرع. نحن حتى لما نطلب جهاز بول ظليل لمريض ما بننفذه لحتى نعمل بولي وكرياتيني. إذا البولي والكرياتين مضطربة نمنع من وقف التصوير. وهون كثير نحن بنعاني هاي المشكلة بالمواد الظليلة عند الأطباء، عند المرضى اللي بحاجة لخسطرة قلبية وحط شبكات. هدول بيكونوا بحاجة لكمية مادة ظليلة شديدة يعني كبيرة. فكتير نتشاور مع أطباء القلب بنقول له أنه إذا الحالة خطيرة ومهددة للحياة أوكي بدنا نضحي بالكلية. الكلية بالأخير نعمل كلية جلسات تنقية دم، كلية صناعية، أما هون بنحافظ على حياته. أما إذا المريض ما عنده نشاط مع فيزيائي، ما بيطلع، ما بفوت، ما في جهد، يفضل العلاج المحافظ. هي كلها تدرس بوقتها. طيب دكتور، إذا بدنا نحكي عن موضوع مهم بالنسبة للكلية، شرب المياه يوميا. يعني اليوم نحن بفصل الشتاء بتلاقي جسمنا ما كتير بيتطلب المي، فشو برأيك هل ممكن يأثر سلبيا على صحة الكلية؟ وقديش شو الكميات اللي لازم نشربها يوميا؟ هلا طبعا مثل ما ذكرتي حضرتك الصيف غير الشتاء. بالشتاء بالصيف في تعرق، في فقدان سوائل. هي موضوع مرتبط بالمهنة كمان، في مهن بتطلب تعطي سوائل زيادة، يعني واحد فران قاعد ورا بيت النار غير هلا نحن قاعدين بجو حلو ورايق. نحن بنقول المطلوب انه اذا يعطي صادر بولي بحدود لتر للتر ونص كل يوم. هلا انت لتعطي صادر بولي لتر للتر ونص باليوم قد ايه لازم تشربي؟ هون انت بدك تحسبيها، خصوصا للاطفال كمان مهم، ما عندهم وعي بهذا الموضوع فما بيشربوا كميات كثيرة. هلا الاطفال بدك تطالبي اهلهم، دور الاهل هون. الاهل ف قديش انت لتأمني صادر بولي لتر لتر ونص؟ ممكن واحد يشرب لتر لتر ونص يطلع صادر بولي لتر ونص، ممكن واحد بثلاثة لتر سوائل يعطي لتر ونص. نحن بنحسبها انه بنقول نحن جسم بحاجة كل يوم ل 1500 سي سي او ميلي لتر سوائل لاستكمال حياته. هو بنواتج عملية الاستقلاب اللي بتصير بينتج عنا 900 سي سي ميلي. هو الجسم بينتج 900، شوف كيف بدافع عن حاله. المتبقي 500 ل 600 ميلي بده ياخذهم مصادر خارجيه، سواء مي، شاي، زهورات، يعني نحن ما بنقول بس مي، سوائل، شوربة، صحيح كله هذا. اذا ضمن هالمجال هذا انت هذا حاجه الجسم، فهلا تقدر تبولي كمان لتر ونص معناه بدك بحدود اللترين. دكتور نحن عم نحكي عن تاثير الادويه ايضا، المكملات اللي بتتاخذ والفيتامينات لها دور كبير ايضا، هل لها تاثير سلبي على الكليه اذا اتاخذت بطريقه غير صحيحه؟ يعني انا بعد العمر بعد الممارسه الطويله شفت انه معظم الناس بتاخذ فيتامينات بدون استطباب. يعني اذا المريض واعي ومدرك كله بيفيد، على مبدا كله بيفيد وما في حميه مطلوبه منه وبياكل غذاء طبيعي، معناته هو ضمن هالغذاء هذا موجوده كل الفيتامينات اللي هو بحاجتها. هلا في عنا موضه جديده بسموها الشباب اللي بتروح تلعب رياضه وكمال اجسام تاخذ بروتينات ومكملات. يعني للاسف انه دائما في عنا حالات من القصور الكلوي الحاد المزعج. يعني الاسبوع الماضي شفت حقيقه واحد عنده قصور كبدي وقصور كليه بسبب هالقصه، يعني ماساه. فبدنا ندير بالنا اذا ما الدواء بحاجه له الجسم ما لازم ياخذوا، ما لازم ينوصف اصلا، ولازم يصير في مراقبه مشدده على الانديه الرياضيه اللي لانه هن بيجيبوها بشكل غير شرعي وبيوزعوها للشباب اللي عم تلعب رياضه. في خوف كمان من انحلال عضلات اللي بيصير يعني غير. طيب دكتور الحميه علاج لكثير من الامراض، اليوم شو دورها كمان مثل ما ذكرت حضرتك بعلاج مرضى الكلى؟ اهميه الالتزام بانظمه غذائيه معينه. هلا نحن اذا قلنا القصور الكلوي الحاد موضوع اخر، هذا مريض مستشفى له مراقباته الخاصه، اما نحن القصور الكلوي المزمن هل المريض متعايشين معه يوميا؟ نحن في ناس نعرفهم معهم درجه من القصور الكلوي. هو يصنف لخمس درجات القصور الكلوي المزمن. شو هن الدرجات؟ واحد اثنين ثلاثه، ثلاثه ثلاثه بي، اربعه خمسه. خمسه هي مرحله كلية الصناعيه. هلا كل مرحله من هدول إله نظام حمية معينة. يعني مثلا إذا مريض كرياتينينه واحد ونص أو اثنين مو معقول أعطيه حمية غذائية مثل مريض كرياتينينه واصل قصور كلوي لإله درجة خامسة. تمام؟ إذا حسب الدرجات نحن تعتمد الحمية بشكل عام على الإقلال من المواد الحاوية على البوتاسيوم اللي هي موجودة ببعض الأكل مثل البطاطا، مثل الموز، مثل الفريز، العصائر، الفواكه كمان بنحاول نبعد عنها.
وعن الخضار الطازجة، هذه غنية بالبوتاسيوم. أنا بقول له للمريض كل شيء بيدخل على النار معلش، يعني مثل ما حكينا هالخضار هلي اللي ممكن أنت ممنوع تاكلها وهي نية، إذا انطبخت ممكن تصير مسموحة لأنه بيكب المية طبي. صح دكتور، يعني اليوم نسمع كثير أنه الخضروات مثل البقدونس والليمون وكثير من الأمور بتساعد بإدرار البول، يعني بتساعد على أنه الكلية تأدي وظائفها بشكل أفضل، هل هذا الشيء صحيح؟ الليمون، حتى كمان الليمون، البيرة الخالية من الكحول. هلا الليمون مفيد لأنه فيتامين سي بس ما له علاقة بالإدرار. أما البقدونس والخضروات إذا في قصور كلوي قاتل، يعني أكل التبولة بتجيب مريض قصور كلوي على الإسعاف، يعني ممكن بتوقف قلب. فبدنا ندير بالنا بهي الحميات، بدها تكون حميات مدروسه. صحيح. واي حميه بدك تعطيها لمريض بدك تكوني محلله وضعه تمام الصحي. طيب دكتور، خلينا نحكي كمان اليوم، يعني بظل هذا خليني اقول الحياه الجديده اللي الناس صارت فيها، فصار في كثير اكثار من الاكلات الدسمه احيانا، من الاكلات اللي هي الجاهزه اللي بيكون فيها مواد صناعيه كثير، فيها قلي كثير، اللي بتعمل كمان تشفاف احيانا كثير عند الناس. قد ايه بيهمك اليوم انه يكون حتى الاكل مثل ما قلت انت، اذا انطبخت او دخلت على النار فهي بتخف شوي بعض الماكولات، كمان النمط الغذائي من الرياضه وغيره قد ايه بيفيد المريض؟ تمام، حركه بركه، الرياضة مفيدة، بس كل شيء أنا بقول الزايد أخو الناقص، يعني كل شيء فيه إفراط فهو بيعطي نتائج عكسية. لازم الاعتدال. حضرتك حكيتي على الحمية الغذائية، الحمية الغذائية مفروض موجودة من ثلاث مواد اللي هي الكربوهيدرات أو النشويات والدسم والبروتين، معروفة 50% 30% 20% دسم، لازم يكون الغذاء المتوازن محتوي عليه. الافراط بكل نوع من هدول لحدا، الاكسار من النشويات مضر، الاكسار من الدسم مضر، الاكسار من البروتينات مضر. مريض الكليه بيجوا للاسف بيقولوا لا تاكل لحمه لا تاكل كذا، هذا خطا فظيع، لانه هو كمان بحاجه لبروتينات لبناء جسمه، وبيطلع له 1 جرام بروتين على الكيلو، يعني اذا وزنه 70 كيلو بيطلع له 70 جرام بروتين. في ناس محسبه مثلا جرام اللحمه هو جرام بروتين، لا، كل 3 جرامات ونص لحمه لتعطينا 1 جرام بروتين. تمام. فمشان هيك الاكل المعتدل المنظم ولا ما في شيء مستحيل، يعني انه طيب ما انا صعب انك تطبقيها بالحياه العمليه. الناس اللي بتعاني من فشل كلوي وبيتعرضوا لغسيل الكلى، يعني بيمروا بتجربة كتير صعبة سواء كانت مادياً أو جسدياً أو نفسياً، هل اليوم الغسيل الكلوي ممكن يأثر على باقي أعضاء الجسم؟ هلا أول شيء أنا ما بحب تعبير غسيل الكلية، نحن ما بنغسل الكلية، نحن بننقي الدم من السموم بسبب عجز الكلية عن إطراح هذه المواد. إذا نحن قدام حالة في فشل كلوي، قصور كلوي، مضطر نحط المريض على مكينة نعمل جلسات تنقية الدم، إذا هو الغاية تنظيف الدم. هلا في عنا مرضى صار لها 20 25 سنة على جلسات تنقية الدم وهي حية ترزق، يعني بس الكلية لها كذا وظيفة، من بينات الوظائف الهرمونية، يعني هي مسؤولة على تنظيم فقر الدم، هي اللي بتبعث مادة هرمون اسمه إريتروبويتين لنقي العظم لتوليد كريات حمض، مسؤولة على استقلاب الكلس، مسؤولة على تنظيم ضغط شرياني مثل ما قلنا، وكثير شغلات. فهي لما الكلية الصناعية هي ما بتستطيع تأمنها. اليوم نسمع بغسيل الكلى مو زراعة الكلى، ليش؟ شو السبب؟ الكلية الصناعية هي فالكلية الصناعية هي غايتها المحافظة على حياة المريض ريس ما يتم عملية زرع كلية. ليه؟ لأنه الكلية الصناعية بتنظم موضوع سوائل الجسم، بتنظم درجة الحموضة بالجسم، السوائل الزايدة المريض ما قدران يبول لأنه بوقف البول عند مريض قصور كلوي وهي بتسحبها، وإنما لا تستطيع تقديم الوظيفة الهرمونية، يعني لازم تلاقي أنت مريض القصور الكلوي اللي على التنقية الدموية عنده فقر دم، عنده اضطراب بالكلس، عنده اضطراب بالفوسفور، عنده اضطراب بضغط الشرياني. اذا هي القطاع او هالناحيه الهرمونيه المهمه جدا الكليه الصناعيه لا تستطيع تقديمها، مشان هيك نحن صرنا نعتبر هلا الكليه الصناعيه مرحله انتقاليه ما بين المرض والزرع. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم مثل ما حكيت حضرتك بالبدايه في عوامل كثير مؤهبه للاصابه بالقصور الكلوي، ويمكن من بعض هي العوامل هي السن وايضا الامراض اللي هي المزمنه مثل ما بنعرف امراض القلب وامراض السكري. اليوم قديش نحن بحاجه لتوازن العلاج ودائما استشاره، يعني بنعرف مثلا
مريض القلب ممكن الطبيب يوصف له مدير بولي، فهو بيقول لا أنا مدير بولي متعود أنه مريض الكلية طبيب الكلية يوصف لي. خلينا نحكي عن الخطط العلاجية اللي لازم تكون متكاملة. هو الحقيقة أي يعني علاقة علاجية بين الأطباء والمريض لازم تكون مدروسة يعني، وتكون الاستشارات مبكرة، مو بس المريض يصير يدخل باختلاطات. مثلا حضرتك هلأ ذكرتي عن المدرات البولية، في كذا مجموعة من المدرات البولية، في منا مضاد استطباب قطعي ينعطى إذا في قصور كلوي، في منا بدنا ننتبه أنه بيطرح ملح ما بيطرح مي إذا مريض، في منا بيطرح مي أكثر ما يطرح ملح، كل حالة تفترض نوع من المدر. ولذلك بيكون دائما في تنسيق نحن بيننا وبين أطباء القلب، حتى بيننا وبين أطباء الهضمية لما عند مرضى تشمع الكبد اللي بيصير عندهم مشاكل حبن وسوائل بالجسم، هدول كمان بيكون في تنسيق كبير معهم. وحتى من ناحية تانية مع أطباء نسائية كمان، أنت دخلتي بموضوع المدرات، هذا موضوع لازم نعمله حلقة لحاله لأنه كثير مركب ومعقد أكيد. نحن اليوم أخذنا هيك قسط من المعلومات عن هذا الموضوع. بدنا نشكرك دكتور بشار على كل المعلومات اللي قدمت لنا. بس بدي ألفت نظر شغلة صغيرة، إنه مثلا يوم بيجي مريض بطلبوا له طبقي محوري مع حقن، بيروح على الطبيب فرجيها بيقول له هاي الصورة مو ناجحة بدنا نعيدها. صورة طبقي محوري للبطن تعادل 300 صورة صدر، والمادة الزليلة اللي بياخدها مادة شديدة السمية. إذا كانت كلية فيها مشاكل، إذا الكلية طبيعية أوكي ما في مشكلة. فبدنا ندير بالنا لهالقصص، تكرار الإجراءات الطبية اللي ممكن تحمل بطياطة مشاكل نبعد عنها. أكيد. شكرا. ندير بالنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم. نتمنى السلام للجميع والوقاية خير من العلاج إن شاء الله دائما. شكرا لك دكتور.